تاريخ تونس مع الانتخابات طويل ومعقد. إنها قصة محاولات مبكرة للحكم التمثيلي، تلتها عقود من الحكم الاستعماري والأنظمة الإتست أوثوريتاريانيتاريانية. ومع ذلك، ومن خلال كل ذلك، أظهر الشعب التونسي مرونة ملحوظة ورغبة عميقة في الديمقراطية. تستكشف هذه المقالة تطور الانتخابات في تونس من العهد الباي إلى يومنا هذا. تبدأ القصة في منتصف القرن التاسع عشر، خلال فترة من التغيير الكبير في تونس. كان إنشاء مجلس نيابي يعرف بمجلس الأكابر عام 1865 حدثاً بارزاً في تاريخ تونس. ولأول مرة أتيحت الفرصة لممثلين من مختلف أنحاء البلاد للتعبير عن آرائهم والمشاركة في العملية السياسية، غير أن هذه التجربة المبكرة مع الديمقراطية لم تكن تخلو من القيود، فقد اقتصر الحق في التصويت على نخبة صغيرة تتكون أساساً من ملاك أراضي وتجار أثرياء. وظل الباي يتمتع بسلطة كبيرة، وكان بإمكانه حل البرلمان متى شاء. وعلى الرغم من هذه القيود، مثل مجلس الأكابر خطوة هامة نحو الحكم التمثيلي في تونس، فقد وفر مساحة للنقاش والحوار وساعد على تعزيز الشعور بالهوية الوطنية. شهدت حقبة الحماية الفرنسية من عام 1821 إلى عام 1855 فترة من القمع السياسي في تونس. فبينما قامت السلطات الفرنسية بتنفيذ بعض الإصلاحات التحديثية، إلا أنها استبعدت التونسيين إلى حد كبير من مناصب السلطة. واقتصرت الانتخابات خلال هذه الفترة على المجالس البلدية، وكان لها نطاق وتأثير محدودان. أجريت أول انتخابات بلدية عام 1910، تلتها جولة أخرى عام 1920. وأجريت هذه الانتخابات تحت إشراف فرنسي صارم، وصممت لإعطاء مظهر من مظاهر المشاركة المحلية مع الحفاظ على السيطرة الفرنسية. وعلى الرغم من القيود، أتاحت هذه الانتخابات لبعض التونسيين أول تجربة لهم في المشاركة في العملية الانتخابية. ومع ذلك استمرت الرغبة في تقرير المصير الحقيقي في النمو. المحطة الرابعة، فجر الاستقلال، نظام الحزب الواحد في عهد بورقيبة من عام 1756 إلى عام 1780. شهد عام 1758 لحظة حاسمة في تاريخ تونس. مع نهاية الحماية الفرنسية شرعت تونس في فصل جديد كدولة مستقلة. أجريت أول انتخابات بعد الاستقلال لعام 1756 لانتخاب جمعية تأسيسية مهمتها صد رافتينغ دستور جديد للدولة المستقلة حديثا. فاز الحزب الحر الدستوري الجديد بقيادة الحبيب بورقيبة بجميع المقاعد 98 في الجمعية التأسيسية، مما يعكس مكانته المهيمنة في حركة الاستقلال. أعلن دستور عام 1959 تونس جمهورية، وجعل بورقيبة أول رئيس لها. وبينما اتسمت هذه الانتخابات المبكرة بانعدام المنافسة، إلا أنها وضعت الأساس للنظام السياسي للبلاد. ومع ذلك تحول حكم بورقيبة تدريجياً إلى دولة الحزب الواحد، حيث أصبح الحزب الحر الدستوري الجديد، الذي أعيد تسميته لاحقاً باسم الحزب الاشتراكي الدستوري، الحزب السياسي الشرعي الوحيد. المحطة الخامسة، سنوات بن علي، واجهة الديمقراطية من عام 1780 إلى عام 2011. في عام 1787 تولى زين العابدين بن علي السلطة من خلال انقلاب أبيض، خالعاً الحبيب بورقيبة بدعوى تدهور صحته وميوله الاستبدادية. تميزت السنوات الأولى لحكم بن علي بوعود بالانفتاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، أدخل بعض الإصلاحات بما في ذلك السماح بتشكيل أحزاب سياسية جديدة، وإن كان ذلك بقيود كبيرة. ومع ذلك سرعان ما انحدر نظام بن علي مثل سابقه إلى الاستبداد. استمرت الانتخابات في إجرائها بانتظام، لكنها شابتها مزاعم واسعة النطاق بالتزوير والترهيب وقمع المعارضة. وحافظ التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بزعامة بن علي على قبضة حديدية على السلطة، وفاز في كل انتخابات بأغلبيات غير محتملة.
اتسم نظام بن علي بواجهة ديمقراطية صنعت بعناية. فبينما حافظ على مظهر نظام متعدد الأحزاب وإجراء انتخابات منتظمة، سيطر النظام بشدة على المشهد السياسي. واجهت أحزاب المعارضة قيوداً شديدة، وقوبل المعارضون بالقمع. شهد عهد بن علي انكماشاً في الفضاء السياسي مع إغلاق وسائل الإعلام المستقلة ومضايقة الصحفيين وسجن نشطاء حقوق الإنسان. وأدى الافتقار إلى ديمقراطية حقيقية والفساد المستمر داخل النظام إلى تأجيج الاستياء المتزايد بين الشعب التونسي.